ما قلت لك هي المحرك الاول لفرقه النادي الاهلي، يعني الجماهير مش بس زي ما عادل قال في المدرج، انت المدرج دولت جزء بيمثل جزء بسيط جدا من جماهير وشعبيه النادي الاهلي اللي في كل مكان داخل مصر وخارج مصر. احنا لغايه دلوقتي رغم ان احنا يمكن بطلنا بقالنا سنين كتيره بنمشي في الشارع، الجماهير بتقابلنا بتصور معانا في اي مكان، في الشارع في النادي في السوق في اي مكان بتقابلنا، كل ده بارتباطنا بالنادي الاهلي. فالجماهير اللي في المدرج طبعا محركه زي ما بتشتغل في المسرح وبيبقى عندك جمهور مباشر بتبدع وبتطلع كل ما عندك، ولكن برضو احنا اللعيبه دي حتى لو ما فيش حد في المدرج في سوشيال ميديا في ناس بتقابلهم في الشارع في كل وقت، حد بيقابلك في الشارع بيكلمك عن الفرقه لازم تاخدوا البطوله لازم تتكلم لازم. فالجماهير معانا على طول سواء مدرج سواء تواصل اجتماعي سواء في الشارع في النادي في اي مكان بنمشي فيه، فهي المحرك الاول لينا وطبعا سعادتهم من سعادتنا. وصحيح احنا بنستفاد بامور اخرى، يعني الجماهير مستفاده حب بس، ممكن احنا نكون اساسا طبعا مستفيدين انتمائنا للمكان واللي عملناه في المكان او حبنا للمكان، ولكن بنستفاد بامور اخرى ممكن تكون ماديه ممكن تكون شهره ممكن تكون، لكن الجماهير هو حبها بس للفرقه وان هي عايزه تكسب فهي طبعا ما فيش شك هي المحرك الاولاني لينا.